تأهلت مولودية الجزائر إلى النهائي الثامن في تاريخها والثاني على التوالي بعدما تمكنت من إقصاء شبيبة شراقة في نصف نهائي كأس الجمهورية بهدفين لصفر بملعب عمر حمادي ببلوغين. المولودية دخلت دون مقدمات وتمكنت من تسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي تسلل، بعدها رد رفقاء القائد قلي وتمكنوا من نقل الخطر إلى مرمى جميلي، لكن القائم رد الكرة. وكانت هذه اللقطة منعرج اللقاء حيث تمكن الحاج بوغاش من فتح باب التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق رأسية محكمة ليضاعف بعدها غرب النتيجة من قذفة على بعد 25 مترا في الدقيقة 37. في شوط المباراة الثاني حاول أصحاب اللونين الأحمر والأبيض العودة في اللقاء ولعبوا متقدمين، لكن خبرة المولودية حانت دون ذلك. كاميرا تلفزيون الشروق كانت حاضرة وعادت لكم بهذه الانطباعات. C'est une deuxième finale, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y a des joueurs de qualité dans notre équipe. Maintenant il y a des anciens qui sont partis, des nouveaux qui arrivent. Voilà, c'est toujours la même, on travaille très dur. Alhamdoulillah, on est en finale, on avait une grosse pression aujourd'hui. On va arriver en finale avec beaucoup de travail, on va beaucoup travailler pendant un mois pour ça. Ça fait plaisir. Ana première finale li gha hayati. Ou certes, وصلت بزاف demi-finale ou ma lhaqtch finale inchallah. Mais balak inchallah hadi balak nhaqouha inchallah. Ça fait plaisir تلعب. تجي كيما يقولوا لي كيب جديدة وتلعب فينال صافي بليزير ان شاء الله العبد يكمل بالفرحه باندي ولا كوب هذه ان شاء الله درك نجمو نديرها اوبجيكتيف كيما لحقنا الفينال بون ايزون في ليسونسييل لو بريمي ميتون ما وحنا ما دخلناش في الماتش كوم يلفو ما لا بريمير ميتون ما خديناش كوم بلي كونسينت على لي زونترينور دزنا شويه على كوتي ايزون بروفيتي لوكازيون ايزون ماركي دو بوت تما كيما تقدر تقول تما كملوا الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم، حنا ما نحشموش بهذا الاقصاء اداء اولا، كنا مع فريق كبير مولوديه الجزائر الاوبجيكتيف تاعو هو يدي الكاس ماشي تاهل الى النهائي. المقابله دخلناها بقوه، كنا طامعين نشدو مولوديه او موان ميطون، تلاقينا هدفين اخطاء فرديه اثر علينا شويه، دخلنا في الشوط الثاني باش نسيو نعدلو النتيجه ونولو. مولوديه كانت اكثر اراده كما قلت نتايا، شراو الماتش انا وما التاهل هذا. مولوديه الجزائر وشبيبه القبائل في النهائي الاول في تاريخهما منذ الاستقلال يوم الفاتح مايو المقبل، فلمن ستكون الغلبه يا ترى؟